هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، موجها تحية خاصة لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه. وقال وزير الأوقاف إن تطهير سيناء من الإرهاب نصر جديد وعظيم يسجله التاريخ بحروف من نور، مثمنا اهتمام وعناية الرئيس السيسي بإعمار سيناء، مؤكدا أن هذا الإعمار الذي تتبناه الدولة هو من أهم ركائز تحقيق الأمن بسيناء العزيزة.